السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكلة أسباير 2024، الامتحان رقم 8. أول سؤال بيقول لي: A good education and the hard work، التعليم الجيد والعمل الجاد can be the not to success، ممكن يكون البوابة للنجاح. بوابة يعني gateway. Subway معناها مترو، highway يعني الطريق السريع. Don't mention it، لا تذكر هذا، ما تقولش كده. It is the not I can do، ده أقل حاجة أقدر أعملها، يبقى it is the least. the يجي معاها صفة أفضلية، fewer مقارنة و less مقارنة، most و least أفضلية. بس أنا عايز مين؟ عايز least على حسب المعنى. some animals بعض الحيوانات، not in search of food or when the climate changes، أو تغير المناخ. وعايز يقول بعض الحيوانات بتغادر بحثا عن الطعام او عند تغير المناخ، يعني يهاجر يعني ميجريت. سيل يبحر، كونجراتوليت يعني يهنأ، ديفييت ينحرف. I don't think I can lift this box، انا مش متأكد، لا اعتقد يعني ان انا اقدر ارفع هذا الصندوق on my own بمفردي. I need not help. طيب هو عايز يقول انا احتاج مساعدة قليلة، يبقى a little help. many بتيجي مع الاسم الجمع، و a few مع الاسم الجمع، واني مش نافع لان اني تيجي في النفي والسؤال. نوتريشن تغذية، اند اكسرسايز والتمرين، ار اسينشال. اسينشال بتاخد حرف جر 4 و 2، يبقى اي و بي الرقم دي. بيقول لي اي، بيقول اي وركد فور 5 ييرز ان ذا اكاونتس نوت اوف ا مالتي ناشونال كومباني، انا بشتغل لمدة 5 سنين في قسم الحسابات، يبقى قسم يعني ديبارتمنت. ابارتمنت يعني شقة. كونتنتمنت اطمئنان، و كوميتمنت التزام. طيب كوميتمنت التزام. رقم 7، The health minister، وزير الصحة، agreed not on television. on television. طيب وافق على انه يتعمل له interview. يبقى الجملة مجهول. وزير الصحة هو اللي يعمل مقابلة ولا هيتعمل له المقابلة؟ لا هيتعمل له المقابلة، يبقى مجهولة. واجريد تاخد حرف، بتاخد تو والمصدر، وتو والمصدر في المجهول يبقى تو بي، والتصريف الثالث يبقى تو بي interviewed. There is some not، يوجد بعض الايه، that he stole my bike but I am not certain، لكن انا مش متأكد، يبقى يوجد بعض الادلة evidence دليل، و evidence اسم لا يعد. attendance الحضور، و defense الدفاع. numerous prizes جوائز عديدة، were given not at the end of the final festival، عايز يقول جوائز عديدة هيتم توزيعها في نهاية المهرجان. يعني يوزع يعني give out، كلمة يوزع يعني give out. هالة dad's died، أبو هالة مات، leaving his mother to not three sons alone، تاركا أمهم اللي تربي 3 أطفال لوحدها. يربي يعني bring up أو raise. طب قالي bring بس ما فيش أب، يبقى مش نافعة. طيب يبقى ريز. ريز معناها يجمع مال او يربي او يرفع. طب رايز معناها يستيقظ او يشرق الشمس او يرتفع. طب ارايز معناها ينشأ. ايه نقط بورو يور ليدر بليز؟ ويل اي ام يوزنج ات ات ذا مومنت. هو بيقول هنا ايه؟ يقول ممكن تسلفني السلم بتاعك من فضلك. طب ممكن يعني ايه؟ يعني could we، ده طلب، طلب بأدب. ممكن اقول له could we وممكن اقول له can we.
she doesn't know anything about cars. مش عارفة حاجة عن العربيات. So she not buy a trained mechanic. يبقى اذا هي مش هتصلح العربية بنفسها، ده هي العربية دي هيتم تصلحها بواسطة الايه الميكانيكي. repairs her car، هي صلحت عربيتها. لا يا باشا مش هي اللي صلحت عربيتها. has her repair، مفيش حاجة اسمها has her repair، لأن her دي ضمير صفة ملكية، أنا عايز ضمير ملكية. her دي صفة ملكية، أنا عايز ضمير ملكية اللي تبقى hers، عايزها على العربية، يبقى مش نافعة برضه. لو كانت hers كانت نفعت. has hers repaired، صح، خلت العربية hers دي العربية، خلت عربيتها تصلح. has repaired hers، صلحت عربيتها، طبعا برضو غلط، مش هي اللي صلحت. which of which choice is the correct start for the following sentence، يكون بداية للسنتنس دي. to find out important information easily، الجملة بتقول ايه؟ why do you need to highlight، لماذا تحتاج ان انت تلقي الضوء على key points of a lecture، النقاط المهمة، تلقي الضوء تبرز يعني، او تلقي الضوء على النقاط المهمة في المحاضرة. to find out، علشان تكتشف important information easily، تلاقي المعلومات بسهولة. ده صح، انا بظلل المعلومة ليه؟ علشان اشوفها بسهولة. to add other information، تضيف معلومات تانية، لا. to pay no attention، ما تديش اهتمام، لا. to forget about the lecture، تنسى المحاضرة، لا. وبكده نكون خلصنا الامتحان الثامن من بوكلة اسباير 2024، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.